يعني انا كنت حريص كلنا عندنا حرص بالكباتن اللي معايا في الاستوديو اللي احنا نرجع في الفقره بتاعتنا واحنا كلنا رافعين علم مصر. كابتن طارق كابتن عبد الستار ان علم مصر ده يعني قيمه عاليه جدا وخفاق دايما وعالي دايما بروحنا وبادائنا وبقوتنا حتى لو ما حققناش اللقب. احنا عملنا اللي علينا، كل مصري عمل اللي عليه، لعيبه مصر عملت اللي عليها، كل القيادات المصريه عملت اللي عليها، الجهاز الفني بالجهاز الطبي بالجهاز الاداري باتحاد الكوره بالمسؤولين بالشعب المصري كله بالقياده المصريه كلها عملت اللي عليها عشان يظل هذا العالم دائما خفاق ومرتفع في كل مكان. بنقول للعيبه شكرا على هذا الاداء الجميل. كابتن مصطفى برحب بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد. كابتن عبد الستار صبري برحب بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد. هنحط العلم بقى كده منور كده على الديسك، دايما يفضل منور ان شاء الله. منور كده وخفاق، لازم يبقى مرفوع على طول. على طول ان شاء الله على الديسك كده. انا يعني احنا من خلال مراسلنا ومن خلال حتى وانا داخل على الهواء بفتح السوشيال ميديا ببص وبتابع انطباعات الناس المصريين، ما شفتش واحد بينتقد، يعني ما شفتش حد خالص بينتقد، الرغم ان احنا خسرين لقب والمصريين يعني الفوز باللقب ده مهم جدا بالنسبه لهم، لانه في احساس عام ان فعلا الناس ادت اللي عليها، وان فكره التوفيق وعدم التوفيق دي بيد ربنا سبحانه وتعالى. احنا وصلنا المباراه الرابعه التوالي في تاريخ كاس الامم، ما حصلش ان فرقه تلعب اربع ماتشات ورا بعض 120 دقيقه وكاس وتلعب بركلات ترجيح، ده ما حصلش في تاريخ كاس الامم الافريقيه، لكن منتخب مصر قدر يوصل لاخر ثانيه ويحافظ على شباكه لاخر ثانيه. طبعا انا بقول هارد لك للمنتخب مصر، هارد لك للعيبه، هارد لك للجهاز الفني. كان نفسنا نفرح النهارده وكان عندنا امل وطموح ان احنا ناخد البطوله النجمه الثامنه والكاس الثامن، ولكن ربنا ما اردش. ممكن يكون ربنا مخبي لك حاجات افضل واحسن ان شاء الله في الفتره الجايه، خاصه ان انت تلعب المنتخب السنغالي. طبعا بشكر سياده الرئيس طبعا مفتاح السيسي اللي قاله بعد المباراه ده، يعني ده الطبيعي، وده انا بشوف من وجهه نظري هو حس بان اللعيبه كلها واحنا كلنا حسينا يا استاذ محمد ان اللعيبه كلها عملت مجهود كبير جدا وعملت اللي عليها زي ما حضرتك قلت. ما حصلتش ان انت تلعب ثلاث او اربع مباريات تلعب اكسترا تايم وتلعب ضربات جزاء فيها شحن وفيها ساعات بتبقى انت موفق وساعات مش موفق زي النهارده، ولكن في الاول والاخر لا، احنا في مكاسب كتيره جدا 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 بصراحه من البطوله دي بامانه، من اول مباراه كوت ديفوار حتى مباراه السنغال، لا في مكاسب كتيره جدا 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 على المستوى الفني، ولما نيجي نتكلم فيها هقول لك، ولكن الحمد لله والشكر لله اللعيبه كلها مجهود عالي جدا عملوه، الجهاز الفني دكتور محمد ابو العيلة ولا اصابه الحمد لله، مدرب الاحمال مهم جدا لانك انت ما تلعب على رجليها اربع ماتشات ورا بعض مش ما بتحصلش. انت النهارده بتتفرج منتخب مصر واضح من اول المباراه ان لا في اجهاد عند اللعيبه، تحسها في صلاح، تحسها في حمدي فتحي اللي عنده قوه، تحسها في لعيبه تحسها معاها، انما بتتكلم كمان على انت بتتكلم 120 دقيقه كابتن طارق، يعني انت تلعب ماتش زياده عنه. بالظبط. منتخب السنغال 30 دقيقه في كوت ديفوار، 30 دقيقه في ماتش المغرب، 30 دقيقه في ماتش الكاميرون، هو ما لعبش اكسترا تايم، ما لعبش، فانت داخل الماتش ده انت زاد عنه 90 دقيقه لعب. بالظبط. وخدك ولعب قبلك بيوم، لعب قبلك السيمي فاينل. وتلاحظ كمان انا بشكرهم ليه؟ لان حتى المنتخب السنغالي في الوقت الاضافي بقى زينا زيه. بالظبط بدنيا. بدنيا مظبوط، هم حصل عندهم اجهاد، عارف هم لو متعودين. بالظبط كده، عارف هم لو بيلعبوك وهم عكسك كنت خلصت الماتش من بدري يعني. بس انا اشوف برضه ان بصراحه يعني انا بقول مبروك، ما بقولش بقى مبروك لاتحاد الكوره، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين كلهم، عندك حاجات كتيره جدا لما نرجع نتكلم فيها فنيا فيه. كسبت حاجات كتيره جدا في البطوله دي. كابتن عبد الستار. طبعا يعني انا مع طارق، مبروك للاداء والروح. عايز اقول حاجه الاول، انت ثقتك في محلها، انت قلت لي من اول يوم هنكسب البطوله دي. واحنا وصلنا ركلات الترجيح في الفاينل خلاص بقى، يعني احنا ايكوال، وده التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ففعلا انت يعني اذا كنت واثق في الفرقه دي وفي كيروش ثقتك في محلها، لان احنا وصلنا لغايه اخر متر، اخر خلاص، اخر محطه خلاص يعني. عارف انت في العاب القوه لما يبقى واحد كسبان يعني بشعره، عارف هم داخلين كده على خط النهائي بتوع العاب القوه بيخش براسه كده، فواحد يبقى كسبان بس بشعره، ده اللي حصل النهارده في المباراه دي حقيقه فعلا. يعني انا النهارده
انت المباراه النهائيه دي اللعيبه كانت يعني نفسها تاخد بطوله بشكل قوي جدا. في لعبه ما خدتش البطوله, في يعني كان احساس قوي جدا ان البطوله دي مهمه بالنسبه لهم. عملوا مجهود رائع, يعني كفايه ان الشعب المصري والوطن العربي وكل استاذ الرئيس مدعم غير عادي, والكلمه بتاعته انا شايفها كل الناس ملتفه في 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 حاسين بايه, حاسين بالاداء والرجوله والروح العاليه جدا. في لعيبه يعني انا بشوفها يعني في فتره التدريبات مع المنتخب باين عليهم الاجهاد بشكل جامد جدا, بس اصرارهم والعزيمه بتاعتهم ان هم عايزين ياخدوا البطوله. واحنا شفنا يعني مثلا دليل ان ابو جبل هو متعور لا عايز يكمل, عايز يبقى ايه عايز يبقى موجود بايه في المباراه. لا مكاسب كتيره جدا لمنتخب مصر, انا بشكره بصراحه. واحنا قلنا في الاول الجهاز الفني والجهاز المعاون لا الصراحه عملوا اللي عليهم بشكل كبير جدا. المكاسب اللي احنا شفناها للمنتخب مصر اللعيبه الجديده, اللعيبه يعني اللعيبه المميزه. بس عايز اقول برضو ان كان في تاثير لغياب كيروش عن خط الاداره الفنيه, طبعا يعني طبعا يعني وجود المدير الفني مؤكد 100% برضو مؤثر طبعا طبيعي طبعًا. بس كانت في نقطه هنا تحديدا يعني ان مستر كيروش كان بيكلم وائل جمعه, وائل جمعه بيدي تعليمات للعيبه. هو الطبيعي الكابتن ضياء اللي يدي التعليمات للعيبه, يعني تمام. توصل المعلومه لوائل, وائل يوصلها يمكن بقى كابتن دين عارف بيتكلم انجليش برضه, يمكن اللغه او حاجه مش عارف, يعني يمكن ربما تكون اللغه او حاجه برضه مش ممكن عارف. بس انا بقول لك الصح ربما. ايه يعني ربما اللغه او حاجه يعني, بس انا عارف ان الكابتن ده بيتكلم برضه انجليزي كويس. طبعا كروش كان ليه دور كبير قوي يعني, في طبعا لو كان واقف على الخط كان فرق جامد جدا. يعني ايه بدليل ان هو ممكن يعني اكلم يجيب صلاح, يجيب يعني كان بيتكلم على طول مع صلاح بشكل قوي جدا. في حاجه في دور لازم نعمله في الحاجه, شفناه بيتكلم مع صلاح كتير, شفناه اتكلم مع النني اكتر من مره, بيجيب مرموش يعني يتكلم معاه قبل كده, فتوح ليه دور كبيره مدير فني في وقفته وتحركات, فاهم بيشوف حاجات معينه وبتاع الحاجات, كان ليه طبعا تاثير جامد جدا. بس انا بشكرهم يعني الصراحه, يعني كل الجهاز كان الصراحه كان متعاونين بشكل قوي جدا, وكان نفسه يكسب اللقب. شفنا يعني لما ضيعوا هم البنالتي بتاعهم بعدينا بعد الكره بتاعت عبد المنعم, كان سعيد فرحان يعني طاغيه, الكاميرا جت عليه بقى فرحان جدا. وبعدين انا حسيت ان هو يعني حاطط الكوفيه بتاعت مصر, يعني في يعني حسيت ان هو مصري يعني, كان اندمج خلاص حتى انا شفته في اوضه اللبس بعد ماتش الاخير بعد ماتش الكاميرون, فرحان وعنده احساس بالمسؤوليه, تصريحاته ان الشعب المصري كله ملتف مع المنتخب الوطني, يعني حاجه جميله جدا. النهارده عملوا اللي عليهم الصراحه, المنتخب كان في روح عاليه جدا, كان نفسهم طبعا ياخدوا البطوله. بس انا بشكرهم على الايه, على الفتره ان هم لعبوا منتخبات اقوى منتخبات في البطوله بشكل قوي جدا. احنا يعني شفنا المنتخبات زمان كابتن طارق كلهم كسبوا اللقب, كلهم كوت ديفوار في المغرب في الكاميرون, حاجه كبيره جدا. وانت توصل وبتلعب على طول ماتشات على طول اكسترا تايم, بتوصل برضه حتى ماتش النهائي اكسترا تايم, لا انا بشكرهم, وهم لغايه اخر دقيقه بيقاتلوا وبيروح عاليه جدا. لا انا فكرونا بالمنتخب الكرواتي في نهائي كاس العالم بالظبط, الكرواتي لعبت 3 ماتشات ورا بعض اكسترا تايم, لعبت 3 ماتشات ورا بعض اكسترا تايم مش كده, وصلوا برضو المباراه النهائيه في قمه الاجهاد. واحنا عملنا كده, ما احنا زيهم, احنا مجهدين جدا النهائي الحقيقه برضو. لا باين جدا النهارده, انا حسيتها كمان في الشوط الاولاني. في اول لو حضرتك تفتكر ان صلاح ما بدا ناحيه اليمين, ومصطفى محمد راس حربه, وعمر مرموش الشمال, وبدانا بالثلاثه في نص الملعب. هو في كورتين كده بان ان صلاح مش السرعه بتاعت صلاح ولا هو صلاح, وهم قافلين بشكل كويس بيضغطوا عليه الاثنين. راح هو عمل ايه بقى, هو برضو خلي بالك دي خبرات, وكل مره بتعرف امكانيات اللعيبه. هو ودى صلاح راس حربه, هو صلاح طول المباراه بيلعب راس حربه خلاص, وودى مصطفى محمد تحتيه عشان يطلع مصطفى محمد الكره الطوليه يلعبها بدنو, عملها كذا مره ويلعبها بدنو عشان صلاح يروح في الجزئيه دي اللي هو يقدر يلعب عليها, وودى النني ناحيه اليمين. خلي بالك هو اشتغل في الجزئيه دي التكتيك شويه, علشان هو حس كمدير فني ان سرعه صلاح مش قادر واضحه وباينه يعني. فالله يكون في عونهم بصراحه, الله يكون في عونهم. زاد الضغط العصبي اللي عليك انك توصل نهائي, وان انت الضغوط عصبيه. السنغال على فكره تكسب اللقب بالظبط كده, السنغال على فكره ما مرتش بالظروف اللي مرت بيها منتخب المصري طول البطوله. طول البطوله السنغال كل مبارياتها كان الاداء مش كده, دي افضل مباراه لعبها حتى السنغال من الناحيه التكتيكيه. عنده لعيبه كتيره جدا ما شاء الله كويسه جدا, ولكن انت استفدت ان انت هتلاعب المنتخب ده
مستر كيروش والجهاز الفني واللاعبين ان انت هتلعب المنتخب ده هو عبد الستار في الماتشين بتوع كاس العالم، عكس ما كنتش بتلاقى ما كنتش هتلعبه وهتروح تلعبه الماتشين، فانت عرفت كل كبيره وصغيره عندهم بيفكروا ازاي، بيلعبوا بطريقه ايه، من خطوط من الخطوط اللي عندهم اللي بيقدروا ضعيفه عندهم ممكن تستغلها، او القوه عندهم فين. فانا اشوف لا انا اشوف ان منتخب مصر النهارده لما يلعب 25 لعيبه بس محمد او صح 25 لعيب من 27 لعيب فيش الا محمود جاد تقريبا اللي ما لعبش، محمود جاد ومروان مروان داوود مروان هم الاثنين بس. فانت خلاص ما بقاش عندك مشاكل انك ما عنديش راس حربه، عندك بدائل عندك كل حاجه خلاص، دول مش بدائل معلش هم كلهم نزلوا في البطوله دي وكلهم قدوا يعني عمر بس. كمال عبد الواحد لما نزل ولعب بالباك رايت مكان اكرم توفيق ادى، محمد عبد المنعم لما نزل مكان الونش لما اتصاب ادى، فعندك مكاسب كتيره جدا من البطوله ديت، فما عندكش مشكله لا قدر الله انت تقول انا ما عنديش باك رايت انا ما عنديش باك شمال سيرد باك عندي مشكله. من ضمن المكاسب برضو ان انت عندك المدافعين اللي هم اللي احنا كنا بنتكلم عليهم في الحلقات اللي قبل كده يا استاذ محمد، ان عندك دلوقتي محمد عبد المنعم من مكاسب البطوله والبطوله العربيه بصراحة. واثبت وجوده وصغير في السن وعنده سرعه. احنا كنا بنقول الونش بس اللي هو عنده ايه عنده سرعات، لا انت عندك دلوقتي حجازي ربنا يشفيه تقريبا 3 شهور عشان يرجع حجازي تاني الملعب، فانت عندك دلوقتي محمد عبد المنعم، عندك الونش، عندك محمود علاء، عندك محمد عبد الغني لانه صغير وعنده سرعه واتكلمنا عليه كده، وايمن اشرف في الحته دي وايمن اشرف، وعندك كمان محمد ياسين اللي كان موجود مع كروش في البطوله وصغير في السن وسريع مدافع البنك من ضمن الحاجات. فانت عندك عندك الحمد لله الحمد لله عندك ما عندكش مشاكل. حراسه المرمى ما شاء الله حراسه المرمى خلاص انت شلناه ولا تبقاش مقلق انه غيابه بقاش مقلق خالص. ابو جبل بصراحه وانا سامعك بتقول ان ابو جبل يستحق هو ابو جبل يستحق فعلا احسن حارس في البطوله حقيقه، ومش لازم ياخدها وهو بالنسبه لنا احسن حارس في البطوله ده منط الله يعني، لان ابو جبل يمكن عشان ما بداش البطوله يعني الدور الاول ما هو بدا من ماتش كوت ديفوار فيمكن عشان كده ما هو ما لكن برضه انا لما بشوف الماتشات اللي لعبها للسنغال على مدار البطوله مفيش ولا ماتش قوي بالظبط يعني ولا واللي خلي بالك حارس المرمى ما بداش البطوله بس هي بندي بس هي ما بتتحسبش كده، بتحسب ايه يعني احنا لو كنا النهارده كسبنا وخدنا كان ابو جبل احسن حارس كان صلاح احسن حارس احسن واخد احسن لاعب في الماتش ايوه يعني حتى في مواجهه مندي ابو جابر تفوق بس هم بيحسبوها طبيعي بيحسبوها البطل بطل هو البطل اللي بياخد البطوله الفير ابو جبل الحقيقه يعني انت بتشوف انا بشوف برضو عشان بس الناس تبقى عارفه مشوار السنغال في البطوله كان عامل ازاي، لعبوا زيمبابوي وغينيا وملاوي وصعدوا بخمس نقط كسبوا ماتش وتعادلوا ماتشين، دور ال 16 لعبوا كاب فيردي وكسبوا 2، بعد كده راحوا لعبوا غينيا الاستوائيه، بعد كده راحوا لعبوا مع بوركينا فاسو يعني كسبوا غينيا الاستوائيه 3-1 وبعدين كسبوا بعد كده بوركينا فاسو كمان 3-1 وبعدين جم قابلونا في الفاينل. شو ما لعبوش منتخبات كبيره انت ملعب نيجيريا دور 16 كوت ديفوار دور 8 بس احنا لا ما لا سيمي فاينل كاميرون ما انا بكلمك استاذ محمد لو احنا خدنا البطوله كان ابو جبل خدها كان ابو جبل صلاح كان خد احسن صلاح خد احسن لاعب ماشي ما هم خدوها كان ساديو مانا احسن لاعب ماشي بس ابو جبل ياخد احسن حارس بالظبط ده حق ربنا يعني مش عشان خاطر ابو جبل حارس مصر لا 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 لا, لا لكن هو النهارده كمان تقاله غير طبيعي ده هو في الثلاث مباريات سبب رئيسي انك تصعد مظبوط مش في ضربات الجزاء بس على فكره مش ضربات الجزاء بس لا هو تحت الثلاث خشبات النهارده اتعامل مع كل الكرات النهارده كان مؤثر جامد جدا طبعا من بره بيصد جوه ال 18 لا هو ليه دور كبير جدا وبلانتي في وبلانتي في المنيف الاول كان مغيرت الدنيا ساديو ماني طبعا وبعدين النهارده المكاسب برضه من المباراه النهارده امام عاشور النهارده بيلعب في مكان يعني اول مره يلعب فيه بيلعب قصاد ساديو ماني احنا شفنا امام عاشور النهارده لا يعني شفنا ساديو متنرفز خد انذار ما عملش حاجه طول المباراه خالص امام عاشور كان واقف يعني الصراحه بتحركاته وعارف ازاي يتحرك ازاي كان ليه دور كبير قوي امام عاشور يعني انا بحييه الصراحه على النهارده هدوءه ومفيش مش مشدود في المباراه لا كان تركيز غير عادي دي المكاسب ايه اللي احنا شفناها النهارده في المنتخب مصر والحاجه بقى اهم من الموضوع ده كله ان اللعيبه شافت منتخب السنغال بيشوفوا احسن لعيبه في العالم بايه ده ساديو ماني ده جونجا ماندي اللاعب اسمه اسماعيل يساره يعني لعيبه بتلعب في انديه احسن انديه في ايه في العالم لما انت تلعب قصادها النهارده وتادي بشكل قوي جدا ما فيش خوف بتاع الحاجات دي كلها يعني معناها دي بروفا لكاس العالم ان انت اسماعيل يساره جانا جاي
يعني دي بروفا ليه؟ انت بتتكلم خد بالك ايه؟ بتتكلم مين ده تشيلسي؟ وبتتكلم خليدو كوليبالي نابولي. نابولي. بتتكلم مارسيلو صار ده بايرن ميونخ. بتتكلم عبد ديالو ده باريس سان جيرمان. انت بتتكلم في مين ده الفوز بعد ليستر سيتي. يعني انت بتتكلم ادريزا جاي ده باريس سان جيرمان. بتتكلم كوياتيك كريستال بالاس. ده حتى اللي نزلوا كمان. بيلعب في ساديو ماني ليفربول. عشان كده ايه اللعيبه؟ اسماعيل صار واتفورد. اللعيبه دي كلها يعني اسماء. اسماء كبيره جدا بتلعب في احسن انديه في العالم. بالظبط. عشان كده اللعيبه الايه المصريه بتشوف اللعيبه دي في اوروبا بتلعب في تشامبيونز ليج بتلعب في الحاجات دي كلها. لما انا العب قصادهم الماتش ده وبكل بالشكل ده بالقوه والروح وانا بقدم بشكل قوي وبتاع الحاجات دي كلها. ده يعني جوال خد بالك. الامور كره مروان يا جماعه دي الامور دي كنت زمانك دخلت التاريخ مروان اللي بدماغك دي. بالظبط. وجاله كره ثانيه بس وعملها كويس قوي. ان شاء الله ممكن تكون في كاس عالم. ممكن يكون الكره الثانيه اللي هو رقص كده متر وشاطها دي جول. بس هو لما نزل بصراحه كان مؤثر على الجون بصراحه. يعني الناس بس اللي كانت بتعترض لا 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 لا. على مروان حمدي وكانت بتعتبره مهاجم متواضع منتقدت كويس جدا. بس انا اقول لك حاجه بقى في النقطه دي. انتقدت كيروش كتير قبل البطوله. مروان ادى النهارده بشكل كويس. بالظبط. بس انا اقول لك حاجه في النقطه دي. انا مش عايز اعمل مقارنه بين مروان مثلا ومصطفى محمد. لا 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 ومحمد لا لا شريف لا, لا, لا. لا عشان الناس مش احنا يعني. ومهام مصطفى ليه؟ مختلفه. مصطفى كانت مختلفه عن مروان في الماتش. بالظبط كده. اقول لك ليه. مصطفى كان مطلوب منه زي ما قلت حاجه يسقط ان هو تسقط وتلعب بدماك عشان يروح محمد صلاح او يروح عمر مرموش. عمر مرموش راح في مره عملها له وصلاح. بس اللي عايز اقوله لك ده مختلف عن ده. الاثنين اجسامه قويه وبيرفع الكره كويس. بس الاثنين بيلعبوا كرات عرضيه كويس. الكره اللي بدماغه دي قعدت تقول يا رب لو كانتش مصطفى تجيله دي. شفت انت قلت ايه؟ لان مصطفى أنا مميز. خلي بالك انا يا رب مصطفى ثلاث ماتشات مستنيين واحده. انا ابني كان جنبي قال لي نفس الكلمه. قال لي عارف لو مصطفى كان جابها جول. طبعا لان مصطفى بيوجه بدماغه كويس قوي. بس دي ما جاتلوش خالص في البطوله كلها. في البطوله كلها دي الكره الوحيده اللي طلع بيها فتوح. الله يكون في عونهم كلهم اجهاد طبعا. لما نزل زيزو لما نزل تريزيجيه فك عنهم شويه. الموضوع بقى في راحه شويه في الناحيه الهجوميه. ولكن برضو لو ادى لمحمد شريف الثقه والتعامل النفسي وبيداله زي ما بيدي لمروان هتلاقي شريف برضو كده. انا كنت متوقع النهارده يدي شريف وكنت متوقع رمضان. ان شريف هيجيب جون. هو بص هو في الحته دي تحديدا هو ما تعرفش هو يعني بيبقى محضر التغييرات انه عايز يلعب ده او ينزل ده. الماتش اللي فات فاجئنا برمضان. الماتش ده فاجئنا بمروان. فهو في الحته دي تحديدا. بس الظلم مروان الحقيقه كان موفق طبعا. يعني اداء مروان في الفتره اللي لعبها كان هايل جدا طبعا. عشان كده بقول لك بينزل برده يدافع وكان بيطلع وبيوقف صح وبيرقص وبيشوط. كان عنده ثقه يعني. فاكر اول حلقه كنا فيها لما انت اديت مثل بالمنتخب الايراني لما كان ماسكو مزبوط. وكان بيلعب مين الراس حربه بتاعه علي داني. علي داني صح. ان هو طويل وان عايز المهاجم. هو المهاجم. بيحب المهاجم القوي ده. بالظبط كده. هو بيحب النوعيه ديت. لو جسمانيا قوي بيعرف يقف على الكوره بيعرف ينزل يبقى محطه. بالظبط كده. بيعرف يهد في الديفنس. بس هو كروش اصلا برضه من النوعيه دي اللي انا شفت الستايل بتاعه وطريقته في حته الفيرود ان هو مش عايزه يطلع بره الاطراف خالص. يعني حته مثلا زي شريف او لعيب تاني من المنتخب ان هو يطلع على الطرف. شريف بيحب يطلع برضه ايه ان هو بيحب يتحرك على اطراف كتير قوي. هو مش عايز الحته دي كروش. بس ده تكتيك. انت لو قلت له ما تتحركش مش هتحرك. لا بس هو شريف لعيب كبير يعني. بس هو لو رسمت له لاين يلعب. لان شريف مختلف عن مصطفى ومروان. شريف بيتحرك ما بين المساك والباك العكسي فبتعمل مشاكل بتعمل خلل. ده كان مطلوب. بالظبط. هو ده المطلوب النهارده. النهارده شوط ثلاث ورابع بالذات. عارف ليه؟ لان الباكين بتاعهم بصراحه الباكين بتاعهم مميزين جدا طبعا. لا ما هي فرق منظمه فرق المنتخب السنغالي. بس عشان هو كروش اصلا لما بيلعب مصطفى محمد او بيلعب حته مروان الاهتمام كله كان على صلاح ومرموش. هو ايه لا الاثنين دول هم اللي عندهم السرعات. لو ما كانش موجود معانا محمد صلاح ما كانش موجود معانا في مرموش في البطوله العربيه شفت كانت الاختراقات منين؟ من ناحيه شريف لما كان في البطوله العربيه وناحيه زيزو كان عندنا الحته دي كانت بيدعم يخلي مروان حمدي كان بيلعب شريف ناحيه الطرف الشمال وزيزو ناحيه اليمين. وكان في البطوله العربيه كان برده اداء كان قوي جدا للمنتخب مصر. بس هو لا دلوقتي موجود معانا محمد صلاح وموجود معانا مرموش عشان لا عايز يلاقي المحطه اللي موجود ان هي تلعب بدماغها بشكل قوي جدا لا مصطفى محمد او مروان حمدي. بس انا بتكلم حته برده ايه منتخب مصر كروح وكلعيبة مع بعض. حسيت المنتخب بيعلى بشكل قوي جدا. اللعيبة حسيت ان اللعيبة اوروبية يعني فتوح ده
احسن لعيب في البطوله. انا شايف فتوح من احسن اللعيبه في البطوله، ان هو ليه دور كبير، ان هو لعب ضد لعيبه مميزه جدا، احسن لعيبه في العالم، ويوقفهم ويطلع بشكل ايجابي كده. لا، من اللعيبه المميزه جدا. ان احنا لما نبص لمنتخب افريقيا لما يتعمل، هتلاقي لعيبه منتخب مصر من ضمن الايه الناس الموجوده حوالي 5 أو 6 من منتخب افريقيا. ده يدل ان هو لعيبه مميزه جدا. وبقول لهم فتوح النهارده اسماعيل ساره ده، يعني ده انا اتبسطت ان الراجل شاله بالظبط. ده عمل هو ريحنا في تغييراته. انا ما بقتش مصدق. وبعدين دخل ماني جوه، وبعدين مش عارف عمل حاجات غريبه جدا بصراحه. بريحنا في تغييراته حتى. هو ما غيرش ثلاث تغييرات بس. عبد الستار شوف بيقول لك ايه، خلي بالك احسن ثلاث باكات ليفت في افريقيا كلها دلوقتي. فتوح باك ليفت السنغال دوت السيس بيلعب بونصار ده ساليو سيس اوكي. بولاسال باك رايت، باك رايت. احسن باك في افريقيا الباك ليفت بتاع منتخب السنغال بتاع منتخب الجزائر. ثلاثة دول من احسن باكات ليفت موجودين في افريقيا على المستوى الفني. ففتوح وصل لمرحله نضج جدا جدا بصراحة. وبصراحه النقطه بقى اللي احنا لازم ناخدها ايجابيه، لازم مش اقل من 4 5 6 لعيبه يحترفوا. الاحتراف مهم جدا جدا جدا، وباين عليهم النهارده، باين عليهم النهارده. واحنا عندنا اسماء تحترف انديه كبيره في اوروبا. عندك يعني عبد المنعم يحترف انديه كبيره في اوروبا، عندك عبد المنعم وعندك الويتش وعمر يحترف وامام يحترف كلهم يحترف وفتوح يحترف محمد كلهم يحترف بصراحه. يعني انا كلهم يحترف، يعني اللعيبه اللي يعني هيدوك تقلي للمنتخب بصراحه. طبعا فتوح وعمر كمال، عمر كمال وعبد المنعم، محمد عبد المنعم ومهند لاشين لعيب كويس جدا، لعيب مميز. ومروان لا وخلي بالك خلي بالك اللعيبه كلها ابو جبل. بص ابو جبل رمضان صبحي، رمضان صبحي ابو جبل بصراحه. يعني بص ابو جبل ومندي، مندي ده بيلعب في تشيلسي. ابو جبل تحس ان هو لا ده يلعب في ريال مدريد تشامبيونز ليج، تشيلسي بطل احسن بطل دوري ابطال اوروبا يعني. بالظبط كده. انت بتبص ابو جبل لا وبيلعب في الدوري المصري، لا ده يحترف احسن انديه في العالم بصراحه. ابو جبل انت تبص لا حاجه جميله. يعني لازم القصه دي مع الانديه تفك بقى، يعني سيب لعيبتك تحترف. هي لازم يبقى ليها معايير. ما هو ده، ما انا برضو لازم ليه في المغرب والجزائر وشمال افريقيا الموضوع مختلف. ليه لما بتيجي تلعب بتلعب 23 محترف و25 محترف، الوضع بيختلف. وانت هتلاقي منتخب المغرب عشان بس البطوله دي كلهم محترفين، مش واخدين على الاجواء ديت ولا الملاعب ديت ولا، بس مع الوقت هتلاقي الموضوع اتغير. لا احنا كمان عندنا طبيعه خاصه، المحترف بتاعنا روحه باحساسه ببلد مختلف. هي دي حد. هي دي اللي هم مش عندهم. بيقول لك ايه، المحترفين عندنا بيجوا ما بيخافوش على التوني. هم بيقولوا تيشيرت توني، ما بيخافوش على التوني. بصوا لعيبه منتخب مصر، بصوا صلاح بيعمل ايه، بصوا بيموت نفسه ازاي. انت عندك دي صلاح الله يكون في عونه، هو انت بتتكلم في 2 3 محترفين. تخيل انت عندك 24 ولا 25 شوف محترفيننا وفرق الاداء عامل. شوف صلاح اداؤه عامل ازاي، بس هناك انني اداؤه عامل ازاي، حجازي اداؤه عامل ازاي، عمر مرموش، تريزيجيه. يعني شوف المحترفين بتوعنا برضو فرق معاهم الاحتراف ازاي. بس انا هقول لك بقى استاذ محمد المشكله فين. المشكله ان هم هناك اكتر لعيب فيهم اللي بيلعب في الرجاء او الوداد او بيلعب مثلا في تونس او بيلعب في الجزائر عقده كام. هنا ما شاء الله العقود بقت مختلفه كتيره جدا جدا جدا. فهنا يقول لك ايه، انا اطلع ليه، ما انا باخد هنا قد اللي هاخده هناك. الطموح بقى مختلف. مش كل اللعيبه هتلاقي طموحها زي محمد صلاح ولا زي النني ولا زي تريزيجيه، لان دي برضو بتعتمد على الثقافه شويه. بس برضو يعني انت قصدك الفلوس الكتير هنا بخليها اللعيبه يحترف. لا بس برضو انت عارف هناك بياخدوا كام في المغرب العربي، في المغرب في الرجاء او الوداد كام مثلا؟ كام قول انت كده مثلا في السنه؟ يعني في السنه 400,000 دولار. 400,000 دولار ده اغلى واحد فيهم، يعني 5-6 مليون جنيه. لابا كوجو بالظبط كده، لابا كوجو ده اللعيبه بتتكلم في 15 مليون و20 مليون و25 مليون. لابا كوجو اللي هو كان موجود في نهضه بركان، اللي انا كلمت عليه الزمالك قبل ما كان في ريا وانا موجود هناك السنه اللي فاتت، وقلت لهم عليه دوت كان بياخد هناك 250,000 دولار. راح الامارات بعد كده، راح الامارات ومكسر دينه، لسه جايب جونين امبارح. بس احنا برضه في مشكله، بياخد 250,000 دولار في نهضه بركان. بس محمد احنا برضه عندنا مشكله في ناس اللعيبه اللي هي المفروض تحترف. الانديه بتعلي اوفر قوي، يعني انا عايز 10 مليون دولار. يعني مثلا انا كلاعب عندي لازم يبقى فيه هدف ان انا اطلعه بره. اعمل زي ما عمل النادي المقاولين العرب، اللي انا الصراحه عمل عقد كويس جدا اللي طلع صلاح، ومن خلال تنقلات او تجديد عقده بتاخدها، يبقى ده حاجه كويسه جدا.
حاجه كل اعاده بيع كل او كل تجديد مع كل عقد طلعه هتلاقي ايه لغايه دلوقتي بيقبض منه. يعني انا متاكد من مليون في الميه ان اللعيبه بتاعت منتخب مصر كلها جلاها عقود احتراف في البطوله دي, كلهم لعيبه مميزه, مؤكد عمنا جاله مؤكد, كلهم لعيبه يعني مؤكد جالها عروض, كلهم عروض كويسه جدا. احنا جالنا في بطوله افريقيا 98 كلنا طلعنا سافرنا كلنا. عشان كده اتمنى الانديه تسيب اللعيبه دي. تمام. انا عايز اخد شويه تفاصيل كده في الماتش, بس اخد تويته عملها ليفربول دلوقتي بيدعم فيها محمد صلاح. قولوا لي يا جماعه التويته بتقول ايه بقى, عشان يجب ان تفخر بالاداء الرائع الذي قدمته طوال هذه البطوله يا مو صلاح. يعني ليفربول طبعا بيجهزوا نفسيا عنده مع ليفربول طبعا. لا هو طبعا بس تشامبيونز ليج جاي وفي هم لسه كسبانين النهارده والفرقه كلها موجوده ما عدا الاثنين جول ما عدا صلاح في الكاس. انا اللي عايز اقوله لك يا استاذ محمد ان صلاح بصراحه عمل مجهود غير طبيعي في البطوله, دي. كان نفسه ياخد البطوله دي باي شكل من الاشكال صراحة. يعني لو قلت له بطوله افريقيا ولا تاخد الشامبيونز ولا تاخد ليفربول الدوري, المؤتمر اللي فات ده هو المؤتمر الصحفي امبارح قال لك انا يعني البطوله دي بالنسبه لي اغلى من اوروبا بالزبط. واغلى من بطولاتي في انجلترا واغلى من بطولاتي في سويسرا. شفت هو نفسه قال كده شفت المؤتمر امبارح. شفت الفرق بين اللعيب المصري ومعدن اللعيب المصري باي لما بيلبس تيشيرت منتخب بلده مع احترام اللعيبه تانية كتير وقال جدا وقال كده قال مش عشان انا اخد احسن لاعب في العالم انا لا الموضوع ده لسه بدري عليه ده نهايه السنه يعني كلمه احسن لاعب في العالم دي لسه قدامنا كتير عليه الموضوع لكن مختلف. انا طبعا الموضوع بتاع اللعب كلها تبقى اللعب اصلا هو تاريخ تبقى اي لعيب كوره انتوا لعبتوا منتخب والاحساس ده أيوة بالنسبه للاعب المنتخب اللاعب منتخب مصر يلعب ايه التاريخ وهو بتفرق معاه التاريخ ان هو خد بطولات افريقيه منتخب مصر بطولات افريقيه بتفرق مع لعيب منتخب مصر عشان كده محمد صلاح كان يتمنى ان هو بطوله افريقيه دي ياخدها بشكل قوي جدا. بس انا كنت اتمنى عبد الستار يشوط ضربه الجزاء الرابعه كنت لسه هو اللي ياخد هو اللي ياخد هو اللي ياخد هو اللي ياخد القرار لو انت مكان كيروش او مكان الكابتن ضيع في الملعب يعني كان كان في المدرجات واحنا وصلنا هم ضيعوا احنا الحمد لله ربنا بالتاني ضربه ضيعنا هم ضيعوها يعني ما استنيناش برده يعني احنا على طول اكتسبنا ثقه بسرعه وشفنا فرحه اللعيبه وكيروش والكلام ده وصلنا للرابعه بقى قبل الاخيره هو صلاح طبعا متخزن للخمسه بس احنا وصلنا للرابعه اللي توديك للخمسه هم جابوا فلازم انت ما فيهاش نقاش تعرف في 98 الله يرحمه كابتن جوهري اللي كان هيشوط ضربات الجزاء في بوركينا فاسو اللي كسبتوها في بوركينا فاسو لا كوت ديفوار لا ماتش كوت ديفوار في بوركينا الماتش اللي هو في بطوله بوركينا فاسو في بطوله بوركينا فاسو بس كوت ديفوار المباراه كوت ديفوار في دور الثمانيه فالكابتن جوهري حط الاسماء هم كانوا ضيعوا الثالثه هم ضيعوا الثالثه بالظبط في نفس حط يا ياسر ادوار رقم واحد رقم اثنين هاني رمزي رقم ثلاثه سمير كمونه رقم اربعه حازم امام رقم خمسه طارق مصطفى يعني حازم امام رقم اربعه وانت رقم خمسه لا جه كابتن جوهري اتغيرت شويه بالظبط كده جه كابتن جوهري حازم لسه حتى قايل امبارح في الراديو مكلمني قايل لي عشان هو يتصيط يعني هو كده يتصيط فجه كابتن جوهري من عند ربنا هم لما ضيعوا الثالثه فراح مبدل خلاك انت تشوط الرابعه مكان الخمسه خلانا ليه بقى كان وجهه نظره ايه والله بص وجهه نظره ان انا كنت لسه نازل خلي بالك زي مهند برضو كده كنت لسه نازل وحازم كان هيشوط الرابعه وانا شوط الخمسه فهو غير عشان كنت مميز في ركلات الجزاء احنا كلنا الحمد لله انا شوط قبل كده كتير يعني مع الزمالك وشوط قبل كده كتير يعني في شوط في افريقيا مع الزمالك فهو كاتيجوري كان بيخلينا كلنا نشوط ضربات الجزاء بس هو عارف مين رقم واحد زي ما هو كده مثلا زيزو رقم واحد مثلا لا اقصد هو كان حاطك رقم خمسه حاطتني رقم خمسه وحازم رقم اربعه ولغايه ما وصلت للرابعه قال لك شوط انت يما ضاعت ضربه الجزاء هو امن على الدكه لو في حاجه امن على الدكه لما بيجيبوا الماتشات امن على الدكه ده عشان يقول لك شوط انت لا انا بتكلم هو عموما كاتيجوري دايما هو مركز يعني دايما مركز في كل حاجه ما بيسيبش حاجه للظروف فيما ضاعت ضربه الجزاء راح مغير على طول ممكن مدرب تاني هو حط الخمسه قال لك خش انت قال لي خش انت وخلي حازم الخمسه بس برضو اسمح محمد مهند لاشين لا انا مش عايز اقلل يعني مهند لا يعني ضربه يعني هو ايه على فكره في نادي طلع الجيش رقم واحد في ضربه الجزاء لا ما هو تمام بس انا اقصد ايه الظروف حمل يا كابتن عبد الستار حمل الماتش صعب بس حته هو ايه طارق لما اتكلم في نقطه ان هو لسه نازل هادي اكتر ما عندوش ما فيش اجهاد ما في لعيب لما انا بخش في ضربه الجزاء لما اجي اشوط من ضمن الناس اللي لعبت في المباراه 90 دقيقه
اول حاجه بشوف للناس اللي ما نزلتش ما عملتش مجهود قوي جدا عشان طرب الجزيره دي عايزه اعصاب, محتاجه تركيز وذهن صافي واعصاب غير عاديه, اعصاب بياخد من جهدك ومن شطك في التركيز في الباص ازاي تركنها. يعني حته مهند لما نزل هو نزل في فتره معينه ان هو يهاد شويه, حته الاجهاد بتاعه لسه ما دخلش في الايه في الاجهاد بتاع 90 بتاع الماتش كله, عشان كده هو ايه تركيزه هو ايه شوت. حته بقى اللعيبه اللي داخله كانت في الاول دي في اجهاد عليها جامد جدا, في تركيز بس عمنا حتى حلو قوي. حتى تلاحظ هو بينزل زيزو برضو اول واحد ليه برضو, وليه احنا زيزو بينزل في الفتره ان هو لسه ما دخلش. لو زيزو بيلعب من اول مباراه ممكن يخلوه رقم واحد, اول واحد مش هيشوط اول واحد, هتلاقي في تعب في التركيز بيقل. يعني طول ما في البدني قل التركيز بيقل, عشان كده في مجهود. طب خلينا نقول يعني هو احنا انا كنت اتمنى وهو داخل مهند كنت اتمنى صلاح مهند. يعني انا قلقت خاصه ان هم ضيعوا, ف خاصه ان هم جابوا فالدي ده اللي اقصده ان كان عايز حد اعصابه يعني بالظبط كده, عايز حد يتحمل مهند بيشوط ولاعيب كبير وكل حاجه, بس عايز برضه اعصاب فولاذيه مش سهله. ده انت بتتفرج يا راجل, ده الواحد بيتفرج من هو شوت ما بالك باللي بيشوط صح. يعني شوط ايه احنا اتحطينا في دي؟ انا كنت عمال اقول ياسر يا رب انت اللي يختارك, وانت هو عمال يقول يا رب انت عايز انت بتعملوا ايه والله. لا انت بتخش وانت داخل على البنات بتعملوا ايه؟ يعني ده الواحد وهو بيتفرج صعبه جدا يا راجل, ده احنا شايل اهم يا راجل, ده انت بتودي وشك الناحيه الثانيه. يعني انت بتقعد تعمل كده وانت بص بعد ما تشاط شوف صح. لا لا بس لا انا بقول انت ما بالك انت انت وانت داخل الموقف بتفكر في ايه يعني قدام؟ طبعا الجول بيبقى قد كده, شايل هم البلد كلها وشايل هم الدنيا كلها, وبيبقى الجول صغير بقى جول صغير, وانت اصلا ايه بتفكر انا بحطها هنا على طول. طب احطها زي ما حصل النهارده ساديو ماني وصلاح مع ابو جبل في ضربه الجزاء في الشوط الاولاني, بيقول له هشوطها قال له هيشوط ايه, فجاله ما قال له لا هشوطها هنا يعني فاهم. اللقطه كانت لذيذه والله طريفة. طبعا ف يعني انا اشوف ان هي بتبقى صعبه الله يكون في. طب انا معايا لقطات ايه يا جماعه عشان ما سمعتش للرئيس السنغال ماكيسال, السيد رئيس دولة السنغال طبعا كان موجود وبيتابع المباراة من المكتب الرئاسي في السنغال طبعا. يعني هنشوف دلوقتي لحظة بص الهجوم برضو ناخد بالك ده في اللحظات الأخيرة, بص الهجوم برضو عاملين ازاي, بص دي اللي ضيعوها. يعني برضو يعني بص الكرة ما فيهاش تايتل. لا طبعا لا ما فيهاش مناصب. لا 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 خالص. يعني انا كنت دايما بقول ايه لعبة القصور ولعبة القبور. بالظبط. صح. دي حقيقة. يعني الناس في القصر تعمل جنينة حلوة كده يلعبوا فيها كورة. صح. والناس سكان المقابر برضو بيلعبوا قدام المقابر. صح. يعني لعبة القصور والقبور. طيب شوية تفاصيل بقى. اخد بالك انا زميلنا وصديقي الناقد الرياضي الكبير احمد الخضري وصل و شخصيه محترمه جدا حبيبك طبعا وحبيبي طبعا طبعا حاجه محترمه عامل هو والقصي لا 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 عاملين حاجه زملكاوي اهلاوي الاهلاوي زملكاوي دي يعني بس عاملين تجربه جميله جدا على اليوتيوب. لا تجربه حلوه جدا ويعني الواحد بيسعد بيهم الاثنين, كمان شخصيات محترمه جدا يعني على المستوى الانساني والخلقي. ان شاء الله بعد شويه هيبقى معانا وهنكلمه برضو عن كاس الامم وعن الزمالك. طيب التفاصيل بقى اللي عايز اتكلم فيها يعني, بس عايز اوريكم الاول كل ما اجي اتكلم في التفاصيل مش عارف في فرحه الجمهور طبعا. ده دكار العاصمه السنغاليه والناس كلها في الشوارع كل السنغاليين طبعا احنا بكل روح رياضيه بنهنيهم, بنهني الشعب السنغالي والقياده السياسيه في السنغال ودوله السنغال دوله افريقيه شقيقه, بنوجه لها كل التهنئه الحقيقه, وقدموا برضو منتخب السنغال بطوله قويه جدا, وصلوا فاينل للمره الثانيه على التوالي, اجادوا في هذه المباراه لعبوها الحقيقه برضو بروح طيبه جدا, شفنا ما شفناش تنشانه ما شفناش برضو خشونه ما شفناش برضو يعني كانت العلاقه حتى بين اللاعبين في الملعب لعبه محترفه جيده جدا وطيبه, لعبه محترفه زي ما انت بتقول محترمه جدا, قدم مباراه قويه وفي الاخر التوفيق وعدم التوفيق هو اصابهم. صح. التوفيق. صح. في ركلات الترجيح احنا غاب عندنا التوفيق في ركلات الترجيح, وانا من حقهم يفرحوا من حقهم يسعدوا ونوجه لهم بكل روح رياضيه التهنئه, لكن ان شاء الله احنا اللي هنركز عليه ان شاء الله ان شاء الله. على فكره المنتخب السنغالي
في مباراة 2019 مع المنتخب الجزائري كان هو الأفضل. كان أفضل في النهائي. وخسر بس خبراته وروح الجزائر كانت أعلى. بالظبط كده. هي دي. فعشان كده أنا بقول لك النهاردة فرق معايا. فاول تقريبا أو حاجة كده. أنا مش فاكر والله الجول. هم كسبوا تقريبا 1-0. 1-0 الجزائر كسب 1-0. بس روح الجزائر زي ما حضرتك قلت كانت أعلى. الجزائر كان عامل البطولة كلها روح عالية جدا. ودي بصراحة فرقت معانا من الناحية البدنية ان انت بتبقى عايز تجري وعايز تقاتل وعايز محرز بس مش قادر. شط كرة ثابتة كده من رياض محرز. انا بنبارك لهم بس ان شاء الله زي ما انت قلت كده ان شاء الله. هنوصل لدي بس الاول برضه عقل في التفاصيل من غير ما الاعداد يقول لي حاجة بقى مش هتيجي. هم خدوا بطولة امم افريقيا وان شاء الله كاس العالم يبقى من نصيبنا ان شاء الله. طيب كابتن عبد الستار صبري شوية تفاصيل بقى. امام عاشور وساديو ماني شفت المباراة بينهم ازاي؟ امام عاشور متفوق بشكل قوي جدا. ساديو ماني كان متنشن كان مش عارف يلعب بشكل قوي اللعب بتاعه كان مش عارف يتحرك. امام عاشور يعني لعيب حريف زيه عنده مهاره وعارف الامكانيات بتاع ساديو ماني كان بيلعب كان قريب منه قوي بشكل قوي جدا كان مش مخلي ساديو ماني يعني يتحرك. كان موفق يروح نحط امام عاشور يعني بعض الناس قلنا ان ممكن عبد المنعم هو اللي يروح ناحيه اليمين. قلت عمان وايمن اشرف على عدلته جنب الونش احنا قلنا كده ممكن ده لكن هو الراجل حط امام بس احنا قلنا يعني كان هو موفق في احنا قلنا عمان وبعد قلنا بعدين فكرنا برضو في حمدي فتحي برضو ممكن يبقى الناحيه دي يعني اختياره كان موفق لامام طبعا احنا هتديله كم من 10؟ لا انا هديله يعني هنعمل تقييم لكل اللعيبه دلوقتي لكن انت شايف امام قدر يتغلب على ساديو في الثنائيه دي. ساديو عمل ايه النهارده؟ مالش اي حاجه خالص يعني حته برضه عمل البلد. لا ضربه الجزاء هو مش هو اللي جابها مش هو اللي عملها ما يعني هو اللي عمل عمل يعني شاط ضربه الجزاء بس وضيعها وبتاع الحاجات يعني بدول المباراه لا ما كانش في ليه دور جامد يعني انا بقول كده معناها عشان يعني ان لعيبه منتخب مصر تعرف ان انت احسن منه انت امكانياتك وانت جدير تبقى احسن. خد بالك ده تاني مره اللي بقى لعيب كبير جدا يعني كان فتحه واشرف حكيمي. ايوه الماتش اللي قبل اللي فات. ايوه تخيل بقى اشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان ونجم الناحيه اليمين في العالم. المره دي انت بتتكلم امام عاشور برضو لعيب صغير من سن فتوح مع ساديو ماني بالظبط عشان كده الليفت بتاع ليفربول والنجم الكبير الماتش ده يعني ده يعني المفروض يعني لعيبه منتخب مصر تفوق على اشرف حكيمي وامام تفوق على الماتش ده بتاع النهارده ان انت دي بروفا ان انت تلعب منتخب السنغال تاني الملحه بتاع ليه كاس العالم انت مطمن. انا بقول للعيبه خلاص انت عرفت لعيبه السنغال بيلعبوا في احسن انديه لا انت احسن منهم. طب يعني انت دلوقتي يعني كيروش لو احنا جايين نعمل التصفيات مش هيلعب عمر ممكن يلعب امام عاشور ناحيه اليمين؟ لا ما في لا في عمر وامام عاشور مصاب. خلاص اكرم يعني مصاب لا لاعب ممكن ما الاثنين احسن من بعض. الاثنين متفوقين يعني حته ان انت يعني تألق النهارده امام قدام ساديو هو لا لا لاعب لا في حاجه هو لازم اول حاجه يتعمل معسكر ماتشين هيبقى في معسكر ماتشين لازم. لا هو كيروش على فكره لا مش كده بس عامل ماتشات وديه كمان قال لك عايز ماتشات وديه اعلنوا الجدول بتاع الدوري هم عاملين فتره فراغ كبيره. ما انا عايز اقول لك حاجه بس 15 يوم تقريبا. ايوه بس لازم العب ماتشين اقوياء جدا منتخبات افريقيا لازم العب بطريقه لعب مختلفه لان الماتش الاولاني اللي هلعبه على ملعبي لازم اكسبه قصاد 100,000 متفرج غير الماتش الثاني. لا ولازم اكسب العب هنا بحاجه وهنا بحاجه لان ما عندكش الباك قفل هناك ممكن بالظبط كده لكن لازم تكسب. عشان كده انت خلاص بقى عندك مثلا بتتكلم مثلا لازم تجرب بطريقه ثلاثه لان هناك في الفرقه اللي انا شفتها النهارده المنتخب ده لازم تشتغل هنا اربعه وتلعب بالباكين وتكسب النهارده هنا ان شاء الله ولازم هناك يبقى التغيير تكتيكي بالنسبه للمستر كروش والجهاز الفني مختلف في طريقه اللعب وفي اللعيبه تلعب بالطريقه دي هناك وفي اللعيبه بتاعت النهارده وفي اللعيبه. انا نفسي طيب. محمد يعني ايه الفتره اول ماتش بتاع هيبقى في شهر 3 ماتش منتخب مصر خلاص يعني انا نفسي يعني الصراحه يعني الشهر او شهر ونص اللعيبه تاخد فتره كده يلعبوا الانديه بتاع كاس العالم الانديه الاهلي والفتره بتاعت الاسبوع بتاع اول شهر 2 ده وبعد كده اللعيبه كلها تخش معسكر من اول شهر 3 هي من 7/3 اعتقد اعلنوا يا جماعه شوفوا لي كده لا يبقى قبل الربط اعلنت الدوري اخر اسبوع متهيألي هيبقى يوم 7 لا انا قبل كده انا عايز يبقى ايه الماتش خد بالك يوم 24 لا انا عايز من اول شهر 3 هو عاملين قبلها بحوالي 18 يوم اصل خد بالك في برضه في الاجنده الدوليه المحترفين هيجوا لا ما الاجنده الدوليه اللعيبه هيقول لك قبلها بكام يوم اللعيبه لا انا بتكلم على اللعيبه الموجوده المحليين هنا حتى عندهم افريقيا عندنا مين اللي ويوم 7 ده كويس يعني لو اخر يوم لا هو يوم 7 كويس عشان كمان الزمالك والاهلي هيبقى عندهم ماتشات في افريقيا فممكن هم يكونوا
احنا اجهز بكتير. احنا يعني محمد يوم 7 انا اشوف ان هو يبقى يوم كويس. احنا لما نبقى في يعني مجتمعين وفي تجمع زي بطوله مهمه كده مهمه ادب احنا لا شكلنا بيبقى قوي جدا فيها. عشان كده الماتش جاي مهم كاس عالم لازم يبقى فيه فتره قبل يوم 7 لا نقعد فتره طويله. زي شفت يعني منتخب مصر اول ما بيبقى في امم افريقيه في مجمعه دوره مجمعه حصل ايه اللعيبه بقى لا في تزايد غير عادي. عشان كده احنا مش عايزين نضيع الفرصه دي. اللعيبه في دلوقتي في احسن مستوى في شكلها كويس جدا أداهم مميز خلاص في تجانس احنا مش عايزين نخلص ايه نطلع بره التجانس خالص. طيب من ضمن التفاصيل عمرو السولية ماله؟ احنا الماتش اللي فات مش هو عمرو السولية حتى النهارده خارج حزين وقاعد باين عليه. بص هو عمرو طبعا بعد الاصابه لعب بصوره كبيره عنده اجهاد زيه زي كل اللعيبه. بس النهارده في التكتيك اللي انا قلت لحضرتك عليه ان صلاح يروح فيرويد والنني يروح ناحيه اليمين فكان في مساحات كبيره جدا بين السولية والنني وحمدي فتحي. عمل البطوله العربيه ولا اروع بصراحه من نجوم البطوله العربيه. ولكن بعد الاصابه انا اشوف ان السولية حتى هو نفسه ممكن تحس ان هو يعني مجهد بشكل كبير جدا لان في لعيبه بتقدر تتغلب على الاجهاد وفي لعيبه تانية لا. يعني انا اشوف ان السولية النهارده بصراحه او الماتش اللي فات تحديدا مش هو السولية اللي كان موجود. مش هو لا ده وضع طبيعي. الاجهاد مش اي حد يقدر يستحمله وهو عمل مجهود كبير جدا كان ممكن ما يبداش بيه النهارده. لا هو كروش هيبدا بالثلاثه هو اكيد سأله. لو الثلاثه موجود هيبدا بالثلاثه هو اكيد سأله. يعني انا كان من ضمن بقى لو ما بداش بيه كان احسن. كان احسن. انا بس هو سأله مهند النهارده كان يبقى احسن. لا في حاجه بس هو الماتش اللي فات عبد الستار هو طلع واحنا قلنا طلع مصاب. انت قلت طلع مصاب الماتش اللي فات عشان كده هو ساله عشان كده طارق هو ايه ساله في ايه هو ما كانش مصاب طالع اجهاد. لا طالع اجهاد بس ساله في المباراه دي انت قادر تبتدي المباراه ايه بس كان بين الماتش السولية قال لا انا اكمل بس هو كان اي لعبه هتقول له انت قادر هيقول لك اكمل ده الونش ضمه شده وبيقول لك انا قادر وعايز مش عارف جبل سولية جبل انا قصدي جبل قال لك انا مش خارج. لا والونش برضه يشدوه زي محمد ابو سويله في فيلم الارض يشدوه من والونش 7 غرز والونش فاي لعيب في الحمد لله الروح بتاعت اللعيب. لا كان انا من رايي كان يلعب لو متجبس عايز يلعب لكن انا اقصد ان كان افضل يبدا لا ما يبداش كان يبدا بمهند كان افضل ما يبداش. انا بصراحه انا بصراحه اشوف ان هو يعني لو الاختيار ما ينفعش يكون للعيب خاصه انا شايف ان هو مجهد شايف ان هو مش قادر شايف ان هو لازم يريح يعني فما تخيروش بقى خالص. ليه؟ عارف لو الماتش زي ده كمان زي ماتش زي والمسافه لو بين الماتش والماتش زي مثلا قبليه قعدت اسبوع قعدت 7 ايام عشان تلعب دلوقتي لا ده مختلف انت قعدت 3 ايام وكان انا كان برده كان نفسي يبدا برده بايه بتريزيجيه ما ابتداش مرموش احنا قلنا كده مرموش. طب انا عايز اقول لكم على حاجه. بص يا سيدي هو اتحاد الكوره عمل اعلن الدوري بس انا عايز اقول لهم حاجه. يعني بص يا سيدي اخر ماتش 9 مارس في الدوري خلاص 9 مارس وبعدين قال لك جمعه سبت حد 11 و12 و13 بطولات انديه افريقيا. شفتش بقول لك عندك اهلي وزمالك ومصر وبيراميدز فمجبر اخاك الابطل. وبعدين عمل حاجه بقى لك كاس مصر دور 32 من 14 ل 17 لا كاس مصر لا مش هينفع ده من 14 ل 17 كاس مصر دور ال 32 ممكن ما يكونش الدوري الممتاز ممكن يكون الفرق اللي هي الدرجه الثالثه لا يا باشا قال لك معسكر منتخب مصر 18 و19 و20 18 و19 و20 قال لك بطولات انديه افريقيا كمان يعني 18 و19 و20 ده افريقيا دوري ابطال افريقيا يا جماعه. ايه ده معسكر منتخب مصر هيبقى يوم من يوم 21 ايه ده من يوم 21 ل 29 معقول يعني يا دوبك تعمل ماتش واحد لا مش هينفع لا عندك دوري ابطال افريقيا برضه في بس معاد بس دوري ابطال ما هي ازاي ده ما هو بص يا استاذ محمد كورونا لما حصلت وانا كنت موجود بس انت قعدت فتره كبيره جدا ما هيضغطوا خلاص. هو قال لك السنتين الجايين في ضغط غير عادي عشان كده بقول لك ايه الميزه الحمد لله في البطوله دي ان انت بقى عندك 24 لعيب بس انا في لعيب لازم ياخده بصراحه من اللي انا شفته لازم ياخده زي ما بيقولوا مثلا في المغرب لما بيقعدوا يتكلموا بقى لهم 3 4 ايام بعد ما خرجوا من البطوله حكيم زياش مش موجود ازاي لعيب بالامكانيات ديت انت عايز عندنا حد كده طبعا مين بقى طارق حامد مع احترامي طارق حامد وصل لمرحله وفورمه
انا بقول لك رايي عشان بس ما نعدش ثاني المسلسل ده. معلش بس انت دلوقتي عندك مشكله في نص الملعب. انت نص الملعب اللي عندك كله الوحيد اللي بيقطع في نص الملعب هو حمدي فتحي بس. لو انت لا قدر الله حصل حاجه لحمدي فتحي وراح تلعب هناك وانا لسه بقول لك لازم تغير من فكرك. هو ما هو بدا يسمع خلاص هو الحمد لله. بس خد بالك عندك يسمع. مهند بيعمل الحته دي، عندك امام بيعمل الحته دي، ولا واحد يعمل الحته دي. رقم واحد في مصر طارق حامد، رقم اتنين حمدي فتحي من الاخر. شفتوا بقى لان انا شفت اللعيبه دي كلها على طارق حامد ان هو يثبت ده كده في ماتشات الدوري بالظبط. هو الراجل واضح انه هيرجع فتح صفحه مع الكل بالظبط، يعني واضح من ادائه كده انه هيرجع فتح صفحه مع الكل. طبعًا. لكن انا بعرف الناس ان معسكرنا 21 مارس فتره ضعيفه، لا قليله جدا مش هينفع. الماتش 24 مش هينفع خالص، ما تلحقش حتى تعمل ماتش. تلعب ماتش امتى؟ ما هي دي البلد. الماتش 24 عشان كده يا استاذ محمد المعسكر يبدا 21، هتعمل ماتش ودي امتى؟ لا ما اعتقدش المعسكر 21. واو 21 اصل خد بالك انت عندك دوري ابطال افريقيا، ماتشات افريقيا 18 19 20 مارس، ثلاث ايام دول لبطولتين افريقيا. لكن خلينا نشوف برضو، يا اما يعمل بقى زي كاس العالم للانديه كده ما عمله وياخد لعيبه الاهلي والزمالك. اشمعنى يعني الفيفا اكبر الاهلي ولا ما هو كسب؟ بنقول مبروك للاهلي طبعا، كسب اول مباراه يعني. طبعا مبروك للاهلي طبعا. كسب اول مباراه غير المتوقع. ما احنا بصراحه اللعيبه عملت مجهود. الكابتن جواري واقف الدوري، واقف الكابتن جواري واقف اشارات المرور لو عايز كده واقف اشارات المرور. ما ده ماتش مصيري الراجل، الكابتن جواري لغى الدوري 90، ده ماتش مصيري يا اسمح، ماتش كاس العالم ما فيهوش تهريج. وبعدين ده اللي بناء عليه الماتش الثاني. ايوه بس يعني انت لو طالع الماتش ده كسبان 2 مثلا غير لما يعني. أيوه صح ايوه صح. راح هناك انت هيبقى خلاص يعني برضه مش مضمونه 2-0 برضه مش مضمونه، مش يعني مضمونة. بس انت محتاج لازم تكسب، لازم تكسب. عشان كده لازم احنا نلاقي في تجمع قبلها بفتره طويله. لا يحصل بقى دي انت لازم تكسب، ولازم كمان ان شاء الله باذن الله ما يجيش في الجول. لا المانع ان يحصل عشان ما تروحش هناك. يعني ايه المانع؟ جون بجونين. ايه المانع ان يبقى في اتفاق مع الاهلي والزمالك ان في جزء من اللعيبه معاهم وجزء من مع المنتخب يتعمل معسكر وتعمل ماتش ودي؟ ايه المانع؟ ما اعتقدش، لان لو كده كنا احنا عملناها، لان احنا في الوقت اللي احنا كنا فيه كان نفس. لا انتوا كنتوا طيبين، كابتن حسام كان طيب. كابتن حسام كانش عارف يا راجل يعمل يوم معسكر مش يلعب ماتش. لا ده احنا عملنا، ده احنا دخلنا، احنا كنا نخش معسكر ساعتين. لا احنا دخلنا معسكر، دخلنا كنا بنحسب المعسكر بالدقيقه. كنا نفسنا محمد احنا دخلنا معسكر 28 والدوري 29 ولعبنا يوم واحد او يوم اثنين. بس انتوا لو كان والله كان بيحسبوكم معسكر، بقول لك بالدقيقه مش باليوم. بس لا يعني لو كان لعبوا ماتشات كتير. لا الجهاز اتظلم بصراحه. اتظلم بس كانوا عايزوا يلعبوا ماتشات على الاقل كنا بينا تصريف في اول. لا بس انا في نقطه بس خدتها على كابتن حسام وصديقي مدرب عظيم، انا كنت من الناس الداعمه ليه جدا ولا زلت يعني. لكن له فتره يونيو لما المحترفين مش معاه والاهلي والزمالك وقلنا ما عملتوش معسكر، ليه ما عملتوش ماتشات وديه؟ ليه كان لازم تعملوا معسكر؟ ايوه صح انا معاك في دي خاصه. وقلت له حتى ورد عليا، عملت معاه وقتها مداخله انا مش فاكر فين، في الراديو ولا فين. وقال لي كده اصلا ما فيش لعيبه اهلي، ما فيش لعيبه زمالك، ما فيش. لكن انا كنت شايف انه كان لازم. ايوه احنا انا والناس كمان تحس بالمنتخب يعني، عارف الفيلينج ده. صح يعني انا شفت كيروش المشاعر تحولت ازاي. لازم صح. لازم ما هو انا بتحكي الاثنين دول. احنا اخطانا في حاجتين، اخطانا في دي بتاعت شهر 6 ان احنا ما عملناش مباريات وديه. انا معايا حق، كان معايا حق. طبعا. والحاجه الثانيه علاقتنا مع الاعلام ما كانتش برضو كويسه بصراحه، كنا قافلين على نفسنا. دول اللي انا من وجهه نظر الشخصيه يعني كطارق مصطفى. بس خد بالك الاعلام برضو، اصل انت تقطع من الاعلام ده مش ميزه، مش شطاره. ايوه طبعا الاعلام هو الموصل للرأي العام، للراي للناس بس. فانت النهارده افرض انا عايز اعرف معلومه، انت قاطع معايا وانا عندي برنامج مثلا. ايوه فبتسيبني اجتهد. صح صح. ما انت مش متواصل تجيب المعلومه. لا انت مش مطلع، مش كده كده هجيبها. ما انت دلوقتي مش متواصل. لا هتعرف تجيبها، هتعرف تجيبها. ما انا بجيبها حسب كفاءتي. ما انا ممكن اجيب معلومه ناقصه، ما انا ممكن اجيب اجتهاد بقى. المعلومه ناقصه تعمل ايه؟ تهاجي عليك الناس. ما انا ممكن اطلع اقول كلام مش مظبوط على قد اجتهادي، واحد ثاني مجتهد احسن مني فيجيب معلومه ادق. لكن لو انت مصدر المعلومه لكل الناس ومتواصل مع كل الناس، المعلومه واحده للكل. فانت سبتنا اجتهد، كل واحد على قد اجتهاده. وده يعني هتعمل ايه؟ ما الناس هتعمل ايه؟ الناس لازم تطلع للناس تتكلم وتنقل. أيوه صح اخبار صح. وكمان الاحساس الشارع بالجهاز وبالمنتخب ما كانش موجود. لا لا لا، لان انتوا كنتوا غايبين كتير. هو ده كان الحقيقه. وكان مشكله. وبرده مش كابتن حسام بس ولا انتوا، عشان برده الحق يقال الاتحاد برده كان مقصر. الاتحاد برضه ما كانش بيديكوا الفرصه دي خالص، ان هو رغم ان انا اشدت بالكابتن احمد مجاهد باختيار كيروش
يعني قلت برضو زي ما هاجمناه جدا وانتقدناه جدا يعني احمد مجاد اكتر حد اتقطع قبل ما يمشي بصراحه يعني بس برضو يحسب له التعاقد مع مدير فني اثبت الايام ان هو قدير. مدرب كبير يعني عامل حاله مع المنتخب دلوقتي يعني الان هو عامل حاله مع المنتخب بس لو كان نفس الشغل اللي اداه لكيروش اداه للكابتن حسام نفس يعني الطريقه كانت هنا كان اعتقد الكابتن حسام كان ممكن برضو يعمل نفس المعسكرات والمباريات الوديه والدعم كتيره جدا والدعم المعنوي كمان والدعم في الميديا طبعا يعني هو بصراحه احنا يعني انا مش عايز ارجع خطوه ورا الموضوع خلص بس احنا اتظلمنا في جزء حاجات كتيره جدا مفيش شك الواحد مش عايز يرجع لها تاني يعني. مفيش شك. طيب السوليه احنا قلنا كان ممكن لو لعب حد تاني مستقلين من السلية لكن هو كان مجهد كان واضح انه كان مجهد هو طلع قبل الماتش قبل الماتش بتاع السنغال النني عكس ماتش الكاميرون يعني النني في ماتش الكاميرون ما كانش النني وتغير بدري لا طلع النني عشان انذار لكن يعني ما كانش بأداءه النهارده النني كان لعيبه كلها اجهاد غير عادي لا النهارده بس النهارده النني كان اداؤه الحقيقه عالي جدا وكان راكز في نص الملعب وكان قائد يعني خبره بقى هنا بقى النني النهارده ما تحسش ان هو من اللعيبه المجهده يعني انا بقول لك على صلاح مجهد انت عارف انا بعرف كلمه التمريره يا كابتن طارق الميس باص ده اجهاد يعني طبعا ميس باص كتير النهارده النني ما فيش ميس باص خالص بيستلم ويسلم ويجري ويعمل خبرات بصراحه دي الخبرات بتاعت اللاعب الكبير ولاعب منتخب مصر اللاعب هو خلاص حفظ المكان حفظ بشكل قوي جدا عشان كده بص للنني لا كان في تصاعد غير عادي ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا لما مساعد ماتش بتاع كوت ديفوار ماتش المغرب ماتش الكاميرون قلنا النني ده لا هو المحور بتاع منتخب مصر البطوله دي خد بالك غيرت مفاهيم الناس كلها عن النني النني يعني ناس كانت واخده كانت بتهاجم النني جدا الجمهور اللي هو انت عارف الجمهور برده احكامه بتبقى بطعم اللعب فهو النني بيبقى لعيب مش محسوس شويه صح. يعني دايما اللعيب الهافد بيندر بس المدرب في لعيبه بس في مشكله برده بس برده الجمهور حس النني في الماتشات الاخيره طبعا من صراحة. بص كلهم من مباراه كوت ديفوار حاجه ثانيه بس برضه استاذ محمد انا برضه ايه في حته قالها صلاح برضه ايه مهمه جدا اللاعب برضه ايه حته دي ما لعبش اهلي وزمالك دي بتفرق جامد جدا الشعب الاعلام بيبقى وراه يعني قوي يعني النني ما لعبش اهلي وزمالك مش ابن الاهلي ومش ابن الزمالك بتحس ان فرق عليه. طبعا فرق جامد جدا بيبقى عليه على طول نقد غير عادي لما النني يعني انا السوليه هنديله 100 عذر لكن النني بتفرق. ما خدش ولا عذر يعني النني ماتش هو تصريح صلاح مستوى رجع ما خدش ولا عذر الناس تك هو تصريح صلاح ليه ووقته ليه لان احنا واحنا موجودين والكل كان خلي بالك كابتن حسام البدري قالها برضه قال لك المنتخب الجمهور مش مع المنتخب الجمهور مع الاهلي ومع الزمالك ودي نفس اللي قاله كيروش ونفس اللي قاله صلاح ما دي حقيقه بس بعد ما قال صلاح كده الموضوع اختلف بقى في توحد على مصر والناس كلها انت شفت في الشارع عامله ازاي وفرحانه ازاي فبالتالي الامور اختلفت انما زي ما بيقول عبد الستار كده خبرات النني والنني اصلا عنده ميزه ان هو بيعرف يسلم ويستلم النهارده يا جماعه عالمي هو الخلاف ايه مع النني ان انا كنت دايما بقول له يعني النني لازم تطلع لقدام لازم تشوط لازم تبقى مؤثر حتى ما كنت بتكلم مع تريزيجيه قبل كده هو اخر كام ماتش كده طبعا هو كده النني طبعا ما هو كده انا بص لقدام ورؤيه وبروح يستلم مش خايف الماتش مش اللي قبليه الماتش اللي قبليه ماتش الكاميرون ولا كوت ديفوار كان بيروح الكاميرون وصل ال 18 شوط مرتين ودخل ال 18 وراح لعب كره عرضيه صراحة. فهو الطبيعي ان لعيب نص الملعب لازم يبقى كده العالم كله خلاص بقت اللعيبه لنص الملعب اللعيبه اللي ثابت ده في مكانه مش موجوده طيب. لازم تعمل الزياده العدديه عمر مرموش ما استثمرش تالقه في ماتش المغرب يعني ماتش المغرب عالي جدا عمر احسن ماتش ليك المغرب بصراحه وبعد كده شويه في الكام النهارده الناس ما حسيتوش شويه لا مرموش اشتغل فردي كتير مرموش لسه مش خبره لسه عنده وقت كتير عنده غير بدري النهارده بيمسك كوره كتير بدري. لازم يتغير يعني يغير من طريقته شويه مرموش يعني رقم واحد لك على مارس هتلاقي تريزيجيه في القمه يعني مستواه بس تريزيجيه راح تركيا 6 شهور اعاره فهيلعب اكيد ال 45 يوم دول اساسي فهيرجع في توب فورم فتلاقي مرموش ممكن ده طبيعي يعني لو جات له فرص كبيره جدا لعيب متواجد بشكل قوي لعيب متواجد متواجد بشكل لكن اقصد انه تريزيجيه ممكن يبقى اساسي ما استفادش يعني مرموش ايه هو عنده عنصر السرعه بشكل قوي جدا وعنده يعني الدريبل بتاعه كويس بس بيمسك في اوقات ما بقاش ايه ان هي الحته ده ممكن يلعب بص بسرعه اكتر لمسه واحده بلاقي بيخش في الزحمه بكتير قوي يعني حته مرموش في كور كتير تبقى انت شايف الشاشه مبينه لنا يعني ان ده فاضي هو داخل بالزحمه عارف ليه
شفت انت قلت ايه؟ هو واخد قرار ان انا امسك الكره داخل كده. طب انت لا، في 4 3 3 انت لازم تلعب على الباك وتطلع تخش من جوه من غير كوره، مش لازم كل مره هتخش بالكوره، لا لازم تقطع من غير كوره. اللي بيعملها تريزيجيه في اكتر من مباراه قطع من غير كوره، عشان كنت عايز تريزيجيه يلعب النهارده، ده طبيعي. انت وان تو وتخش تد وتقطع وتخش، عشان كنت عايز تريزيجيه بالظبط، عشان التحرك من غير كوره مهم. التحرك من غير كوره مهم جدا، بس تريزيجيه عمل ميس باس كتير النهارده، جنني كذا مره يعني. ما هو مش لسه بس بسرعته مش يعني دايما في كام كوره برضو قدامه اتبسط له قدام يوم ياخدها ويرد تاني. انا عايز اقول لك حاجه بقى، اللعيبه كلها صح النهارده، النهارده اللعيبه بس اللعيبه كلها النهارده الله يكون فوقها. انا عارف ليه الضغط العصبي اللي عليها رهيب، عايزه تاخد البطوله، تتحسب لها ان هي خدت بطوله امم افريقيا. بعتين كذا مره فتوح يلعب له الكوره قدامه يجي يعمل سبرنت وراه. احنا برضو ماتش بتاع انت لو تبص ماتش كوت ديفوار وماتش المغرب وماتش الكاميرون، كان الحاجه اللي ايجابيه بالنسبه لنا ان احنا نمسك الكوره ننقل كتير قوي. النهارده كان في يعني ما فيش عندنا نقلتين على بعض، الكوره بتتقطع مش قادر تعب. ما احنا في تعب غير يعني اللعيبه مش قريبه من بعض، خد بالك الباص ده تركيز. ما انت برضو عشان تسلم وتستلم وتسلم وتستلم، عشان كده لو تعبان مش هتعمل اي حاجه. النني الوحيد النهارده اللي كان مميز في دي بصراحه. عشان كده يعني انا اعذرهم جدا، يعني اللعيبه كلها مجهده، بس انا كان برضو ايه حته برضو لعيب الكوره ان يقدر ايه يعني اللعيب الكبير بقى، لعيب الخبره بقى، ان هو يقدر يحافظ على كورته، حافظ على كورته بشكل قوي جدا، ياخد فيها وياخد. يعني احنا كنا معتمدين على صلاح ومرموش بشكل قوي ان انت تتلعب على طول الحته دي عاليه. عشان كده ليه السوليه النهارده ما كانش في حالته وحمد فتحي ما كانش في حالته. حمد فتحي النهارده برده ما كانش في حالته، كان احسنهم يعني. حمد فتحي النهارده كان احسنهم في نص الملعب ليه؟ ان هو غير الاثنين. خلي بالك تغييراته الماتش اللي فات والماتش ده 10 على 10. الماتشين دول تغييراته 10 على 10 وبدري، خد بالك ده انت اثروا طبعا على ان صاحب عمرو السوليه وصاحب مرموش وصاحب مصطفى في تغييره واحده بالظبط الدقيقه 58 اثروا علينا كويس فتح السوليه وفك الفرقه هديت يعني بعد برده ووصلوا شويه لقدام. دي المشكله كانت النهارده بتاعتهم في نص الملعب ما كانوش قريبين من بعض، حمدي فتحي والسوليه. عشان كده احنا ظهرنا قدامنا 5 دقايق تمام. عايز اخد بسرعه عشان هنروح نتكلم على الاهلي. تمام. الاهلي عمل انجاز، انا شايفه انجاز كبير جدا طبعا. سيبك انه صعد سيمي فاينل، يعني الاهلي عوضه يكسب نفسه يكسب في غياب 15 لعيب بهذا الشكل بالظبط كده ويلعب بهذا الشكل وبالاداء ده كمان، خد بالك مع ايه حتى في كاس الرابطه الفرقه ما اتجمعتش. لا ما انا عارف، لا غير كده ده كورونا وده بتاع ودايره وده اصابه، يعني حتى في كاس الرابطه لعبوا مش بالصغيرين، بس هو استفاد من اللعيبه اللي هي الشباب. ماشي ماشي هنخش على الاهلي دلوقتي، لكن خليني اقول لك الاول تقييمنا للعيبه بتاعتنا. تدي كام لابو جبل؟ 10 على 10 10 على 10 كابتن عبد الستار ده سوبر 20 على 10 سوبر طبعا. فتوح فتوح النهارده 8 على 10 8 سطره. انا اديله وزي طارق برضو 8 من 10. الونش 8 من 10 كل خط الظهر صراحه سوبر. الونش وعبد المنعم 10 على 10 الونش وعبد المنعم 10 على 10 بصراحه من افضل اللعيبه ومن ومعنني اللي ما حسيتش ان هما عبد المنعم عمل بنالتي ما فيهاش ده طبيعي ده عبد المنعم هيقل على 10 اكيد قطع. لا انا مش بتكلم كبلانتي دي حظ زي ما احنا اتفقنا قبل كده، كان مش ضيع بنالتي عمل بنالتي. ايوه مش بتكلم على ما هو تسبب في ركله جزاء، ما قصدش انه ضيع في اصل عادي، اصل انت بتتكلم على واحد لاعب بطوله وهو كان بعيد خالص ما كانش رقم واحد. لا عبد المنعم بص انا بقول عبد المنعم لازم يختار في تشكيل منتخب افريقيا، لازم يتحط كسردباك ده ما فيهاش نقاش في ادائه الصحيه يعني. 10 ل 10 الاثنين 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 بصراحه 8 8 الاثنين 8 الاثنين تمام. وامام عاشور امام عاشور امام 10 من 10 10 من 10 عشان طبعا قضى على سادي على سادي ماني وده طبعا واحد من افضل لعيبه العالم. انا حته 8 من 10 برضو يعني انا مقيم يعني الونش ومحمد عبد المنعم. احنا طول الميزه بتاعتنا كان ناس محمد لما احنا بناخد الكوره بنطلع على نص الملعب كان خط الظهر بيطلع شويه بيسند مظبوط. النهارده كنا بنطفش النهارده ابتدينا احنا بنطفش من عند 18 طول ما انت تعبان عمرك ما حاولت عايزه ما دي ما دي قلت من خطورتنا وقلت من الكفاءه بتاعتنا. عشان كده خط الظهر لو على الوش كان مميز جدا كويس ان انت وصلت لضربات جزاء بصراحه. بصراحه والله دي حقيقه والله. ولولا ان هم كمان خد بالك بدنيا تعبوا في الثالث والرابع مش متعودين. انا قلت ده لو كانوا واقفين على رجليهم زي بدايه الماتش بالظبط. انما الحمد لله ان هم مش متعودين على كده يعني. طيب امام انت 10 على 10 امام عاشور كابتن 10 على 10 10 على 10 حمدي فتحي 7 على 10 7 كابتن لا النهارده اديله 5 من 10 5 من 10. طب النني
لا اديله 10 من 10 النني. انا شايفه النهارده مع ابو جبل افضل لاعب في المباراه. آه بالظبط. الكابتن طارق النني كام؟ 10 على 10. السوليه 7 على 10 برضه. 7 على 10. السوليه 5 من 10. 5 من 10. مرموش 5 من 10. 5 من 10. 7 على 10. 7 على 10. صلاح صلاح بيحرجنا لما نيجي. لا غير لا هو صلاح الله يكون في عونه. بس صلاح النهارده وانا قلت لك مش هو صلاح الاجهاد على الكل. اكيد الاجهاد على الكل. بس النني وابو جبل. بس انا صلاح هعذره النهارده لان الراجل لعبه راس حربه من بدري قوي من اول بعد 10 دقائق الشوط الاولاني. هو برضه حاسس بيه. حلو حاسس بيه. بس برضه انت اديته يعني خليت اتنين اطوال يلعبوا عليه واقوياء جدا ومع التعب. لا صلاح ممكن كان في واحده ممكن يروح بيها لو هو ناحيه ضيع جول ناحيه اليمين ضيع جول. فانا اشوف صلاح اشوف صلاح لا 10 على 10. 10 على 10. كابتن عبد الستار صلاح النهارده هو كان ليه طبعا حمل كبير يعني النهارده وكان ان هو لازم كان نفسي من ضمن كان انا نفسي كان صلاح يبقى يكسب كاس افريقيا مع كابتن منتخب مصر. وبعدين حد يقول لي اصل عايز يبقى احسن. لا طب يا ريت والله. هو ما احنا نفسنا ان صلاح يبقى احسن لعيب في العالم. هو مش باصص لدي. لا هو مش باصص يعني. حتى انا شايف ان هو يا ريت ان صلاح كنا نكسب عشان يبقى من ضمن فوائد المكسب ان صلاح ياخد احسن لقب افضل لاعب في العالم. بالعكس ده حاجه يعني مصدر فخر لنا كلنا. لا النهارده ادي لصلاح 8 من 10. 8 من 10. مصطفى محمد 7 من 10. انا حاسس ان الراجل استعجل في تغييره شويه. بالظبط كده صح. عليك نور. استعجل في تغييره شويه. انا بصراحه وعمل التغييرات كلها كويسه بس كان لازم مصطفى الوحيد اللي يستنى. انا كان نفسي استنى لربع ساعه خاصه ايه ان كولوبالي واخد انذار ومصطفى كان عامل له مشاكل كبيره بصراحة. جدا ومصطفى عمل دور دفاعي اللي مطلوب منه. هو بينفذ تعليمات الراجل. مظبوط. لا مصطفى النهارده كان مميز جدا. انا حسيت انه استعجل. كان كولوبالي خايف منه ورعوب منه. كان استعجل على تغييره فعلا. انا انت في الفكره دي. طبعا كولوبالي كان اصلا من طبعا لعيب مميز. كان انا توقعت انه هيغيره في الشوط بعد الشوط الثاني يعني بين الشوط الثاني والثالث. بالظبط توقعت كده. بعدين اي كره كان يكمل على 90 دقيقه. اي كره طويله كان مصطفى محمد بياخدها من كولوبالي. سهل قوي بياخدها وبيلعبها لصلاح او مرموش بصراحه. يعني كان مميز. لا انا اديله 8 من 10. 8 من 10. طيب هو عمل تغييرات السوليه. انتوا متفقين ان السوليه مدينه ارقام ضعيفه يعني 7 و5. احنا ما اتكلمناش على عمر مرموش. انت 5 و7 برده. مصطفى محمد احنا قلنا استعجل على تغييره. حمدي فتحي برده انتوا مدينه ارقام 5 و7 يعني اقل الارقام فعلا ده اللي استحقوا التغيير. تمام. طيب تريزيجيه بقى الفتره اللي لعبها كان من 10. 7 من 10. كابتن ستار اديله 5 من 10. زيزو نفس الشيء. 7 نفس التريزيجيه. 5 من 10. 5. المردود ما كانش عاجبك. طبعا. انت نازل القوه بتاعتنا في التغييرات بتاعتنا سواء تريزيجيه سواء زيزو. يعني تريزيجيه لما نزل الماتش اللي فات كان هو العنصر المهم. مزبوط. بالنسبه لنا كان هو الايجابي. كان هو اللي بيوصل للجون. يعني انت نازل مش تريزيجيه لو بدا من المباراه كنت اقدر انا اقيمه بشكل كنت هتعذره. بالظبط اعذره. انا انت نازل نازل فريش. انت نازل فريش يبقى الاداء يبقى احسن. اللي حواليه مش قادرين فمش هتعمل حاجه. برضه عمل بس باص وكذا مره بفضل ماشي بس بسرعته. انما خد بالك برضه تريزيجيه مش جاهز 100%. طبعا لازم نكون احنا وزيزو النهارده برضه نفس العمليه. انا يعني توقعت يبقى افضل من كده. يبقى افضل بكتير. طب مروان كم من 10؟ لا مروان اديله 7 من 10. 7 والثلاثه دول عشان خاطر هو نازل متاخر يعني. متاخر مروان. لا لو هنقيمها الفتره اللي لعبها. في فتره ان انت مروان اول ما كم من 10 يعني. لا 7 يعني اديله فتره. هو لاعب خد بالك في الدقيقه 58 يعني لاعب حوالي اديله 7 من 10 عشان لما نزل كان ايجابي. كان ايجابي. تديله كام انت يا كابتن طارق؟ 8 من 10. كان ايجابي لان هو كان بس خد بالك الماتش ده هيبقى شهاده ميلاد ليه مع الجمهور. يعني انه هيحس بادائه في شوط الماتش ده بالذات. بالظبط لان هو اشتغل على الجون في وقت قليل جدا. اشتغل على الجون بشكل كبير جدا وكان ممكن لو ربنا كرمه الكره اللي بدماغه والكره اللي شاطها دي وهو عملها حلوه ورقص وحطها. لو هو عنده ثقه المدرب بس ما عندوش ثقه الجمهور.
اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الجمهور في الفتره اللي جايه دي يساند الكل يساند الجميع حتى على المستوى. لا ما ده خلاص ده اتفاق بيننا وبين الجمهور كلنا وبفعل الاعلام. المنتخب محتاج مسانده لغايه ما نخلص تصفيات كاس العالم. بالظبط كل اللعيبه بالجهاز الفني بالاداره بالطب بكل الناس دي مساله ما فيهاش نقاش اذا كنا فعلا عايزين نوصل كاس العالم. مش معنى كده لما نشوف غلط ما نتكلمش، لكن على الاقل ما ندخلش بقى اهلي وزمالك واللعيب ما خدش طارق ليه وساب فلان ليه وقفشه ليه ونسيب الكلام ده كله هنركنه على جنب لغايه ما نخلص المهمه الاهم. خد بالك مهند لاشين باخر حاجه قبل ما نختم 6/10 كابتن ستار. لا مهند النهارده 5/10 5/10. طيب احنا نغلق الكلام عن بسرعه المنتخب قبل ما نختم. الاهلي بقى فاجئكم اداؤه؟ اه طبعا. بص انا اللي كسب مونتري 1-0 بجول محمد هاني في الدقيقه 55. بس انا اكلمك في حته ان هي ايه حته الروح. اللاعب المصري يا استاذ محمد لما نرفزه لازم يأدي بشكل كويس قوي، وده اللي حصل مع منتخب مصر. النادي الاهلي لما اتنرفزت كلاعيبه مع بعض ان الاعلام بيتكلم ان النادي الاهلي اللعيبه بتاعته مش موجوده في منتخب مصر، اللعيبه مصابه مش يعني يعني حاسس اللعيبه اللي موجوده راح الماتش دي ان هي ما ايه ملهاش دور جامد قوي مش ايجابي. ده استنفر عايز اخد بالك سلاح ذو حدين. بس انا بتكلم اما انه يستنفر اللي جواك تبقى راجل ده ذكاء شاطر ده اللي عمله ده ذكاء او يحبطك بس ان انت رايح مغلوب وان انت خلاص ما فيش عندك لعيبه لا بس انا عملت العكس الموضوع بس فرق. انا بتكلم كلعيبه اي لعيب اصلا لما تقول له تحس لا لا طب انا اوري للناس انا بقى ايه انا بعمل ازاي. اه طبعا هو ده اللي حصل. النادي الاهلي حسينا ما فيش يعني ما فيش غيابات خالص. انا ما شفتش طاهر كده من طاهر طاهر خلاص محمد هاني يا جماعه يعني طاهر طاهر لا فيرويد لا وشفت هاني عالمي طاهر لا طاهر فيرويد لا لعيب كبير ايه ده مميز جامد جدا هيدرز وسرعات بصراحه يعني لا حاجه ما شاء الله. واحمد عبد القادر بص احمد لعيب كبير لعيب مميز ده هيبقى موجود في المنتخب فترة ممكن في ماتش السنغال ماتش السنغال يعني ايه وطاهر وهاني هيبقى موجود وهاني كطاهر طبعا هياخد هاني هاني لو استمر بالشكل ده طبعا هيبقى باك رايت خد بالك ممكن يبقى حل سحري له. هاني كمان عنده ميزه ان هو هيبقى موجود في المكان دوت ما هيبقى باك رايت اقرب مصاب الحاجه بالظبط كده. الحاجه الثانيه ان هاني خبرات لعب في المنتخب كتير طبعا كتير فما عندكش مشاكل ان انت في مباراتين بالاداء اللي شفناه لهاني في الماتش لا فات هيبقى مع كيروش في الماتش بتاع السنغال ان شاء الله يكمل بس في بس في نقطه يكمل كده ان موسيماني بيلعب بطريقه ثلاثة فطريقه ثلاثة في الباكين فهاني بيزيد طيرين ما عندكش شوية. مشكله بس هاني خد بالك برضه بيدافع كويس يعني هو من الناس الملتزمه في كاس العالم الانديه اللي ولعب معاكم هاني في لعب معانا كتير جدا كان موجود معانا باستمرار بس هو هاني بعد فتره مستواه كان اقل فتره بعد الاصابه رجع من الاصابه لما رجع اكرم لعب فاستمر اكرم فيها تمام فاللي بعد هاني عن المنتخب تألق اكرم مش عشان هاني بالظبط كده وخد بالك هو اكرم خد مكانه كمان في الاهلي ايوه انا بقول لك عشان بس هاني في الماتش ده قوي جدا طبعا. وبعدين الماتش الاهلي في الماتش ده مع مونتاري النهايه طبعا ايه يعني زي ما بيقولوا ايه لعبه قبل كده في كاس العالم الانديه وحافظ الفرقه دي بشكل قوي جدا النادي الاهلي واللعيبه حافظه اللعيبه خلاص لعبوا قصادهم مش عارف اول مره الاهلي يكسب مونتاري ده في ماتشين قبل كده هم كسبونا بالظبط عشان كده كان الماتش ده مهم كده للنادي الاهلي هو ناقص 15 لعيب واتفرج على اتفرج لا اتفرج على الايه تحس النادي الاهلي يعني مال الملعب بشكل قوي جدا واول فرص اكتر فرص للفرص النادي الاهلي كان هو مسيطر اكتر يعني هم مستحوذين بس الاهلي كان اخطر فرص كتير فرص كتير طبيعي انت بتلعب فيرا برضه تقيله بس انا عايز اشيد بموسيماني بقى ليه موسيماني لان طريقه اللعب اللي بيلعب بيها مع النادي الاهلي تناسب الكره المصريه خلي بالك ومعظم الفرق دلوقتي بقت تلعب بيها اللي هي بطريقه بثلاثه ورا لان انت عندك دايما مشاكل في الخطوط الدفاعيه في السرد باكين دايما عندك مشاكل لازم بالظبط كده وبالتالي انت عندك كتير جدا تحت الفراود وعندك كتير جدا اطراف دلوقتي موجوده تلعبها بشكل كويس اذا كنت بتلعب الهاف رايت او بتلعب الباك بتاعته لازم يكون طرفين على بس هو موسيماني عجبني في تغييراته كمان وتوظيفه للعيبه يعني هو في الماتش ده ما عندوش ديفندرات خالص وما عندوش لعيبه هو لاعب قفشه ولاعب ديانج ودي ميزه تتحسب ليه لاعب عبد القادر ولاعب طاهر صح عبد الستار فعنده لعيبه قدر يوظفها بحسب الامكانيات اللي عنده 15 16 لعيب ده عمل ثلاث تغييرات بالعافيه بالظبط كده يعني عمل ثلاث تغييرات بالعافيه الدكه فيها 15 لعيب تقريبا يعني اللي بيلعب والدكه كلهم كانوا 15 وتغييراته الحقيقه برضو اصفرت بالظبط دلوقتي في لعيبه طبعا هتجي لهم المنتخب
بخلاص يعني. المنتخب عشان تكونوا عارفين بكره لعيبه الاهلي رايحه من الكاميرون على القاهره، وهينتقلوا بكره برضو من القاهره الى ابو ظبي. يعني هو جاينا على القاهره الاول، مفيش حاجه يعني هو في الفتره دي هيستغل محمد شريف وايمن اشرف لان هم اللي مريحين في الماتش الجاي طبعا. الماتش خد بالك يوم الثلاث مع بالميراس، لا اللي هو الثلاث ده ده سيمي فاينل لازم استخدم كله. بس خد بالك بالميراس احنا كسبناه البطوله اللي فاتت وخدنا البرونز منهم لو تفتكر. لا بالميراس احنا فالماتش ده احنا عندنا 6:30 يوم الثلاث الجاي. فانت خلاص انت لازم شريف يبقى موجود، السوليه هيبقى موجود. لا انا بتكلم عن شريف وايمن اشرف هما اللي يبداوا. ايمن اشرف وشريف انما السوليه ابو حمدي يبدا. ولا حمدي ولا السوليه من وجهه نظر انا. لان مجاهدين لعبوا كتير جدا. بالميراس هتلعب بمين في نص الملعب؟ بديانج؟ لا عندك قفشه وعندك عبد القادر. بس انت محتاج برضو مع قفشه مع ديانج حد ماشي بيضغط. لان بالميراس لعب حمدي فتحي. مفيش مشكله حمدي فتحي يلعب. حمدي يلعب جنب ديانج ممكن. حمدي وشريف وايمن اشرف هم هو ايه طبعا دول الايه مريحين هيبتدي بيهم في المباراه اكيد. كفروت شريف وبعد كده ان شاء الله الاهلي هيوصل المباراه النهائيه هيكون مع محمد عمان. لو توقع يكسب بالميراس توقعاتك كده؟ طبعا ان شاء الله توقعاتك كده كابتن. لا احنا نتمنى طبعا يكسب بس هي مباراه صعبه. مباراة صعبة. خلينا نقول انه بيلعب فيها بس المكسب انما رهبه الاهلي من بطل امريكا الجنوبيه مش موجوده لانه لسه كسبانه في شهر فبراير السنه اللي فاتت. بس يفرق بصراحه وفرق الماتش اللي فات الجمهور بصراحه. يا جماعه ده بص الجمهور انا عايز اقول جمهور يعني مصر في الكاميرون وجمهور مصر في ابو ظبي تعظيم سلام. بالظبط تعظيم سلام تعظيم سلام. وعايز اقول حاجه اللعيب زي ما بيشرفك انا بحس بفخر بالجمهور. ايوه صح دي حقيقه. انا ببقى قاعد سعيد جدا ان مدرجات الاهلي ممتلئه في ابو ظبي صح بالجمهور المصري. يا جماعه مش ممكن النهارده مسافرين هم الكاميرون والنهارده وانا شايف الناس يعني دي اصعب يعني رحله سافرتها مره قبل كده. اصعب رحله سافرتها في حياتك. أيوة. تقابلها تطلع تصحى من النوم بتنامش خد بالك انت بتبقى مطبق غصب عنك لانك بتمشي بدري بتبقى مطبق وفي الطياره هيصه وزمبليطه بنبقى هيصين فبتنامش في الطياره وبتطلع انزل على الملعب مش هتنام وبعدين ايه بتقعد تشجع وتجعر طول الماتش وبتركب الطياره وتيجي برضه ما بتنامش يعني بتقعد مثلا بس عايز اقول لك حاجه بتاخد لك تقريبا 48 ساعه نايم بعديها ترجع فده مجهود حاجه جبار جدا. انا يعني سعيد جدا بيكو. ما تيجي نشوف هدف محمد هاني الاول قبل ما نختم ونطلع للصديق الخضري ورينا كده يا جماعه هدف محمد. جول محمد هاني عملها حلو قوي. علي معلول طبعا الجول صدها خرجت محمد هاني. احنا مصورينها من المدرجات او سجلنا من المدرجات. انت عارف الجون ده بعدين محمد هاني حطها بوش رجله صاروخ. طب انت تعرف ان الجون ده لو رجعته شويه من ورا هتلاقي هاني لاعب الاوت وهتلاقي راحت لحد وتلعب دماغه لعبها يا راجل. والله لو جبته من لو رجعته شويه طبعا ده مجهود رهيب. طبعا لو رجعته شويه هتلاقيه هو لما لعب الاوت راحت مشتركه مع حد طلعت عاليه راح عاملها بدماغه وكمل في ده كده. بقول لك حضرتك يا استاذ محمد في ثلاثه ورا الباكين دايما بيبقوا قدام بيروحوا لل 18 فدي ميزه عن ان هاني عنده الحته الهجوميه كويسه يعني بيعرف يعملها كويس. الحقيقه هاني كان مميز جدا في المباراه. بقول للاهلي الف مبروك وان شاء الله يقدر يوصل للمباراه النهائيه لاول مره في تاريخه يوصل للمباراه النهائيه. وعملها قبل كده نادي العين الاماراتي لما واجه ريال مدريد في المباراه النهائيه وكان بيلعب حسين الشحات قدام ريال مدريد. لا وبعدين حته برضو ايه بالميراس لما دلوقتي يلعب مع ضد النادي الاهلي خايف من النادي الاهلي بشكل قوي جدا بعد اللي حصل الماتش اللي فات. فهو اوريدي قلقان من الاهلي والاهلي برضو راح مش قلقان مش قصدي مش قلقان يعني كسبه قبل كده مفيش مستحيل يعني عشان كده بقى ايه الماتش هنتهي النادي الاهلي والحمد لله ان الاهلي بقى بيستكمل صفوفه في الماتش الصعب ده. قوه النادي الاهلي زادت اكتر مع الجمهور بشكل مع اللعيبه اللي رايحه هتلاقي النادي الاهلي بقى ايه في ان شاء الله في استقرار في يعني جديه في المباراه الماتش ده وكمان النادي الاهلي وخد بالك المباراه دي هتوصله النهائي طبعا يعني المباراه دي النادي الاهلي لعب ثالث ورابع المباراه دي بقى ما وصلش بقى ولا تعلم تلعب تشيلسي في النهائي ولا تعلم بس المباراه النهائيه لو وصلنا النهائي يعني ولا تعلم ان شاء الله مندي ابن الذين ده هنلعب الاهلي انتهى منه. انا سعيد بيكم جدا يعني محللنا في التجربه اللي عملناها مع بعض في كاس الامم ربنا سعيد جدا بجد والله العظيم وقاعده يعني تحس ان احنا يعني زي الجمهور كده قاعدين بنتكلم بنتكلم في كل حاجه والحمد لله يعني اعتقد عملنا وجبه دسمه وناس كتير بتكلمني وسعيده بالاستوديو بتاعنا وان شاء الله نتواصل وتتكرر كتير ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ده انا سعيد ان انا يكون يعني مشاعركم نفس مشاعري لا طبعا انا يعني انا والله
يعني بشكر حضرتك يا استاذ محمد ان انا موجود معاك، وبشكر طبعا الاعداد والاخراج وكل المسؤولين واستاذ خالد ودكتور ديه وكل الناس اللي موجوده. سعيد جدا بالتجربه، كنا نفسنا ان هي النهارده نفرح كلنا، بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا مخبي لنا حاجه إن افضل ان شاء الله في الوصول لكاس العالم. سعيد جدا بوجودي معاك اذا كان مع عبد الستار كمان وكابتن علاء مهوب، فالحمد لله والشكر لله. نتمنى ان شاء الله ان هي تتكرر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن عبد الستار انا بشكرك جدا. ده انا بشكرك استاذ محمد، وبشكر طارق طبعا، وبشكر فريق الاعداد، يعني حاجه مميزه جدا. حاسس ان انا قاعد في بيتي بجد يعني، والله العظيم حاجه جميله جدا. دي اجمل حاجه في الاستوديو عندنا، يعني في القناه كلها الاحساس ده موجود في القناه كلها الحمد لله. عشان كده انا بشكرك ان شاء الله باذن الله نكون ان شاء الله واصلين كاس العالم، وانه نكون فرحانين كلنا مع بعض الله. باذن الله ونادي استوديوهات بقوه جدا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله زي ما عبد الستار لك بقوه جدا. انا بشكركم جدا، ودايما ان شاء الله نلتقي على كل خير باذن الله.